أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وعال العال وميت فل و14. شجع المصري. في مناقشة حصلت لسه ما فيش من 5 7 دقائق بالكتير، أنا وزميلي وصديقي العزيز جدا أحمد أشرف قاعدين بنتكلم على الصناعة وزمان ودلوقتي. أشرف الحقيقة كان ملهم جدا ليا في المناقشة دي، لأنه بالظبط بدأ المناقشة بالسؤال الآتي: فاكر زمان لما كنا تقريبا ما بنصنعش حاجة، أو وده على حد كلام بقى أشرف بدقة، كان في حاجات كتير جدا إحنا معتمدين على استيرادها وبنقول ما فيش داعي نصنعها هنا، ما كده كده بتتجاب من بره. قلت له قال لي طيب الدنيا اتغيرت. قلت له مظبوط يا أشرف. قال لي تفتكر ليه؟ واتفقنا بعد كده على وجهة النظر، يعني إحنا الاتنين تقريبا نطقنا نفس الإجابة. ويمكن ده سؤال هسأله لحضرتك. احنا بقالنا 50 سنة الصناعة المصرية، او خلينا اقول لك مثلا 42 سنة، لمدة 42 سنة تقريبا قعدت الصناعة المصرية في حالة تراجع مخيف، تراجع على كل المستويات اللي ممكن تيجي على بالك، يعني عدم الاهتمام اصلا من الدولة بانها تصنع. وزي ما كان بيتكلم احمد اشرف، ما احنا بنشتريها من بره، اعمل عربيات ليه؟ ما انا بجيبها من بره. أعمل مش عارف قطع غيار كذا إيه؟ ما أنا بجيبها من برة. أعمل المكن ده ليه؟ ما أنا بجيبه من برة. أعمل طرمبات رفع مية من اللي بتركب في البيوت، أنا مش بقولك مثلا من اللي بتشتغل لمدن ومحافظات أو حتى قرى، إحنا بنجيبها من برة. أعمل كذا ما أنا بجيب من برة. وصلنا لمرحلة إنه حتى القميص بقينا بنجيبه من برة، القلم بقينا بنجيبه من برة، بس ده من بلاد جوه، من عندنا مصر. طيب حلو، ليه؟ لكل الأسباب السلبية اللي ممكن تيجي في خيالك. وده اللي بخليني أستغرب لما ألاقي ناس تبكي على ماضي فات وولى وأراه بائدا بائدا، بل إنه في بعض الأحوال كان بيتم تعمد إفساد أنشطة صناعية، تعمد بوظوها لهم عشان هناخد توكيل بتاع مش عارف ايه اللي بنجيبه من بره، فبوظ له المصنع ده، عايزينه يفلس. كان بيحصل، احنا هنضحك على بعض، والامثله من هنا لحد بعد بكره. طيب تيجي وهنا بقى في مساله، وايه يعني اللي حصل في مصر؟ تعال اقول لك ايه اللي حصل في مصر. هو انت مش ملاحظ حضرتك سيدي وسيدي وتاج راسي المواطن، ان انت تقريبا تقريبا كل اسبوع في اجتماع 2 3 بالمتوسط، والله ما بهزر، وده راجع يعني راجع كده اجتماعات فخامة الريس، اجتماعات متعلقة بالصناعة وتوطين الصناعة وعلى مجالات طبعا ما كانش في أحلامنا في يوم من الأيام ان احنا نعمل كده، يعني احنا كان أكبر أحلامنا ان احنا نعمل مثلا موتور موتوسيكل، ده في خلال 42 سنة إياهم، ما احنا برضو لازم نبقى منطقيين. فتلاقي ان الرئيس مثلا بيتكلم وبيعمل اجتماعات ويتابع الإجراءات والخطوات اللي تم اتخاذها علشان توطين صناعة السيارات الكهربائية. ايه يعني هو ده كان في خيالك؟ انا راضي ذمتك وبأمانة، انت عزيز المواطن كده بذمتك، بذمتك من 10 سنين، مش من 20 ولا 30 ولا من 40، انت كنت متصور ان مصر هتشتغل على تصنيع عربيات كهرباء؟ تصنيع مش تجميع وخلاص. طيب هو انت كنت تسمع كلمة توطين التكنولوجيا؟ احنا كنا دايما يقولون كده جملة لطيفة قوي، يقول لك ما هو الغرب لن يسمح بتصدير التكنولوجيا، النو هاو مش هيديها لك. أنا كنت دايما حتى من أيام ما كنا في الجامعة كنت قاعد أفكر يعني إيه مش هيديها لي؟ ما إن شاء الله عنه ما اديها لي. هو إحنا ما عندناش مخاخ تخلينا إحنا اللي نخترع وإحنا اللي نبتكر وإحنا اللي نبحث؟ فتجد إنه رئيس الجمهورية بدل المرة مئات المرات دون مبالغة يتكلم على توطين التكنولوجيا. طب هي بس في الصناعة؟ لا، ده في الصناعات الدوائية اللي هي صناعات العلم المعقد، ده على سبيل المثال في صناعات السيارات شديدة التقدم اللي بتحصل في العالم، يعني العالم يذهب إلى التصنيع بتاع السيارات الكهربائية، فتلاقي مصر هي كمان بتركب نفس القطر، بتركب نفس القطر، مش القطر يعدي عشرات المحطات وإحنا قاعدين بنجري وراه.
ولو اتشعبطنا نلاقي نفسنا بنتشعبط في السبنسة اللي هي آخر عربية في الأرض خالص خالص. هو بس كده. فتلاقي أنه مصر بتشتغل شوف احنا زمان كنا بنشتغل على تصنيع السلاح في مصر أو تطوير تكنولوجيا تصنيع الأسلحة في مصر. فلقينا نفسنا بنقعد مع الهند ونقعد مش عارف يمين وشمال علشان خاطر يبقى في عندنا توطين وتطوير للتكنولوجيا التصنيع العسكري في مصر ونعمل بروتوكولات تعاون ونشتغل وما إلى ذلك. فهنا أنا بسألك على أي أساس ندخل مناقشة متعلقة بأنه إيه يعني اللي حصل في الصناعة في مصر؟ معادي ما احنا زي ما احنا حصل إيه؟ يا راجل يا طيب، ده أنت كنت بتستورد أي حاجة من أي حتة تقريبا. وصلنا أن احنا كنا بنستورد أقلام جاف بلاستيك. تيجي تقول لي هو ايه اللي حصل في قطاع الصناعة في مصر؟ اللي حصل انت بقيت بتصنع قطارات، اللي حصل انت بتصنع عمليا شغال على تصنيع عربيات كهرباء، اللي حصل ان انت عاوز تصنع اسلحة بتكنولوجيات متطورة في مصر، اللي حصل انت بتصنع دواء في مصر، اللي حصل ان انت بتشوف ايه مستلزمات اي قطاع اقتصادي او صناعي علشان توطن تصنيعه في مصر. طب السؤال ليه؟ أقول لك الإجابة نمرة واحد، هو حس وطني رفيع المستوى بضرورة إنك أنت لازم يبقى في عندك تمكين وقدرة اقتصادية حقيقية. أنا متذكر كويس جدا 2014-2015 الرئيس اتكلم على مسألة القدرة، قال ما نقدرش نتكلم على القوة دون أن نمتلك القدرة، وامتلاك القدرة ده مشوار طويل وصعب. أنا فاكر كده كويس قوي، قد لا تكون الجملة بنفس محتواها بمنتهى الدقة، لكن ده كان فحوى الكلام بإشارة واضحة عن القوة وامتلاك القدرة، وإن ده مشوار ولازم نقطعه سوا. نقطعه سوا، الرئيس قال كده، نقطعه سوا، إحنا مع بعض. وبالمناسبة الرئيس قال ان الطريق صعب، ما قالش انه سهل خالص، ما قالش انه مفروش بالورود والرياحين خالص. جاي النهارده تزهق وتتعب وتقول اصل لانه في ناس ظروفها الماديه والاقتصاديه والاجتماعيه اصعب مني ومنك عشرات المرات ومستحملين وشادين حيلهم بالقوي، صح ولا ايه؟ ولا هنقعد نقول شوية كلام يرضي بعض الناس، يعني ممن يصفون بعضهم في بعض الأحوال بأن نحن النخب التي على عيني وعلى رأسي، بس المواطن الغلبان ده على عيننا وعلى رأسنا كلنا ولا إيه؟ طيب لما تيجي تشوف التجربة بتاعت كورونا والتجربة بتاعت الحرب روسيا وأوكرانيا بتقول إيه التجربة دي؟ فيها نتيجة كده مهمة لبقية دول العالم. سيبك من النتيجة بتاعت روسيا أو أوكرانيا دلوقتي، لا بص على النتيجة بتاع بقية دول العالم، إنه يا جماعة المسألة ما بقتش ينفع تمشي بحالة الاعتمادية المطلقة على الدنيا اللي حوالينا دي واللي برانا. لازم الاقتصادات الوطنية تشتغل على قدرة حقيقية في دعم ذاتها لو حصلت في الأمور أمور. يعني العالم أغلق في كورونا، نغني ظلموه؟ طيب موضوع أوكرانيا افترضنا أنه كان تفاقم أكتر من كده، نغني ظلموه؟ طب لا قدر الله حصلت في الأمور أمور الصين وتايوان وأمريكا، هنغني ظلموه؟ لا، نلحق نفسنا. عرفت ليه بقولك أنه إحنا مش في دولة بتشتغل جهجهوني، إحنا دولة بتشتغل على رؤية، لازم نعتمد على أنفسنا قدر الإمكان. أنا بقول لك مفيش دولة في العالم تنتج من الإبرة للصاروخ، لكن قدر الإمكان أبقى عارف أصله بطولي واسند ظهري مظبوط وأبقى عارف أكمل. أمال أنا كملت السبع أشهر دول إزاي؟ من وقت الحرب لحد دلوقتي إزاي؟ عشان كان في مخ، عشان كان في مخ بيقول احنا لازم نعمل صوامع ولازم نزود مساحات مزروعه ولازم نعمل كذا ولازم نبدا نزرع ذره ونزرع فول صويا ونحاول ان احنا ننتج الزيوت بتاعتنا عندنا علشان ما نضطرش طول الوقت نلجا للاستيراد او نقلل الفجوه الاستيراديه قدر الامكان. ده شغل. طب بيتعمل من انت بتعمل 2014 وكان حد عارف ان في كورونا ولا في حرب ولا؟ لانه المساله مش جهجهوني على كل، ولأنه المسألة مش جهجهوني، ولأنه
لن يصح إلا الصحيح. يمكن حضراتكم عارفين الواقعة بتاعت المدرسة النهاردة، فبيأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الآتي، إنه هتتم محاسبة المسؤولين عن الإهمال المتسبب في سقوط جزء من سور السلم على طلاب مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة. مفيش حاجة هتفوت ولا هتعدي، ده تقصير وهتتم المحاسبة. أضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إنه هتتم محاسبة كل المقصرين، واستخدم لفظ كافة عن الواقعة بعد انتهاء التحقيق فيها. شددت الوزارة على مديريات وإدارات التعليم بتنفيذ الإشراف المدرسي بمنتهى الدقة وتنظيم دخول وخروج الطلاب، كمان تنظيم الطلاب في طابور المدرسة وتنظيم عمليات الصعود ونزول الطلاب علشان التكدس والازدحام إلى آخره، خصوصا طبعا على السلالم. المشهد المذهل الشهير يهدى، لازم يتم التنظيم ولازم تتم المحاسبة ولازم إعلان نتيجة المحاسبة. ده مهم قوي، ده جدا خالص. طيب تعال أخدك على ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، منشورات كده بتقول إيه؟ الحكومة هتنشئ 12,000 غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء. 12,000؟ 12,000 غرفة عمليات؟ انتوا عارفين تكلفة غرفة عمليات قد ايه اصلا؟ 12,000 غرفة عمليات؟ انا اشك ان الرقم ده موجود في المانيا، حقيقي مش هزار. استنى هفتكر لك، عدد غرف العناية المركزة في المانيا حاجة و20,000 غرفة. ده العناية المركزة مش العمليات، يعني استحالة الرقم ده. المهم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والله العظيم واقعة مضحكة يعني بجد، يعني بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان نفوا طبعا هذه الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لهذه المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. 12,000 غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، يعني طب يعني مركز واحد هيتعمل فيه 12,000 غرفة عمليات؟ المقرر يا جماعة إنشاءه، يعني هذا المركز مقرر إنشاءه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر. ده هنا في معهد ناصر، يعني تكمل كده على الكورنيش بعد ما سبيرو هتلاقي إن شاء الله معهد ناصر على إيدك اليمين، وده معهد مهم وكبير وعظيم، بس هو هيتضمن 12، شيل التلت أصفار اللي جنبها، 12 غرفة عمليات. وبالمناسبة 12 غرفة عمليات ده عدد كبير، غرفة العمليات الواحدة بملايين، و300 سرير داخلي بالمناسبة، وكمان 52 سرير رعاية فائقة و56 سرير رعاية متوسطة. كمان هيحتوي المركز على 10 ماكينات غسيل كلوي ومعمل متكامل و12 عيادة خارجية ومركز تأهيل وقسم للطوارئ، وده بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة علشان تتعمل منظومة متكاملة بتشمل شبكة قومية مميكنة لعمليات الزرع والمرضى المتبرعين وفقا للمعايير العالمية. معهد ناصر ده مكان مهم وكبير جدا، وبالمناسبة قبل ما تطلع الإشاعة اللي هتضرب بعد كده بقى في معهد ناصر، أنا أقول لك إن أنا تجربتي مع معهد ناصر تجربة أكتر من عظيمة ومحترمة. أنا لحد اللحظة دي لسه صحيا ما لجأتش لهذا المكان، ربنا كريم يعني حلو، بس مفيش مرة طلبنا إنه عايزين ده حصل كذا وبتاع عايزين نلحق على معهد ناصر، لا الناس بتستجيب بصراحة جدا، وفي نص الليل والساعة 3 الصبح وحاجات زي كده. دعموا المكان ده، انتوا دعموه على الأقل بعدم تناقل الشائعات، ده أقل حاجة. بلاش بس إيه تقعد تاخد وتدي في الإشاعات اللي ممكن تبقى متعلقة، سواء إذا كان بمعهد ناصر أو بأي من منشآتنا الطبية أو بأي حاجة، هو لازمتها إيه؟ طب نعقل الكلام، إيه 12,000 غرفة عمليات في معهد ناصر؟ إزاي يعني؟ 12,000. طيب خلونا ننتقل إلى أخبارنا الحلوة بقى. من ضمن الأخبار الحلوة
النهارده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد اقتصادي كويتي من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت الشقيقة. وأكد الرئيس تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية. طبعا ده بيحصل في ضوء اللي بتتمتع بيه مصر على امتداد رقعتها الجغرافية يا سيدي المحترم، من بنية أساسية حديثة بالمعنى الحرفي، سواء بقى فيما يتعلق، ما هو علشان نقول يا جماعة يلا بينا نتشارك لازم أقول للمستثمر الكويتي إن أنا جاهز. هيقول لي طيب جاهز عندك طاقة؟ أقول له موجود. يقول لي طيب أصل زمان؟ أقول له لا، شبكة النقل والطرق بتاعتي توصلك لأي مكان. أقول له طيب، يقول لي طيب ويا ترى لحد المواني؟ أقول له والحد المواني. طب يا جماعة الإطار التشريعي زي ما كنت بتكلم امبارح بقى معاكم، الإطار التشريعي، المنظومة العدلية، حزم القوانين، أقول لك الإطار التشريعي بتاعنا جاهز. حط فوق كل ده إرادة قوية حقيقية وقرار سياسي داعم إلى أعلى مستوى. طيب هذا اللقاء بالتأكيد كان فيه تباحث. طب التباحث كان بخصوص ايه؟ يعني عن ايه؟ بشأن بقى ايه افاق التعاون الاقتصادي ده علشان ما بيننا وما بين دولة الكويت الشقيقة عشان نقدر نحقق مصالحنا المشتركة، مش مصالحنا احنا بس ولا مصالحهم هم بس، المصلحة واحد زي ما بيتقال. ومن هنا استعرض او تم استعراض خطط لرجال الاعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في المشروعات القائمة بالفعل في العديد من المجالات. معانا على التليفون دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية، وصرنا أصدقاء كمان. إزيك يا دكتور؟ ليه الشرف العظيم. لا ده أنا اللي أتشرف. العفو 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 يا دكتور. ودائما وأبدا أنت بتظهر ما تقوم به الدولة المصرية بشكل شفاف على المجهودات الكبيرة اللي بيقوم بها يعني الرئيس السيسي شخصيا لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز والله أواصر المحبة والأخوة اللي صارت يعني نموذجية بينضرب بيها يعني المثل في كل الدول، وده بقيادة الرئيس السيسي. ما احنا هنا بقى علشان نعرف احنا نظهر بنحتاج الخبرة والعقول اللي زي حضرتك يشرحوا لنا ويفصلوا الأمور يا دكتور حامد. لما بنيجي نتكلم على العلاقات أو الشراكات اللي تقوم ما بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمع الأعمال الكويتي وجاهزية مصر لهذه المشروعات سواء إذا كانت توسع للقائم أو مشروعات جديدة بما يضمن المصلحة المشتركة، ودي حاجة مهمة أكد عليها الرئيس، المصلحة المشتركة. طبعا يعني لابد أن نشير أولا أن العلاقات المصرية الكويتية بشكل عام هي علاقات تاريخية بتضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ، ولكن بمنتهى الوضوح والشفافية هذه العلاقات ازدادت رسوخا ثباتا قوة في عهد الرئيس السيسي، خاصة مع حالة الزخم الكبير التي شهدتها المنطقة العربية في الفترة الأخيرة والتي تعكس الحرص المتبادل بين كافة قادة الدول العربية على إنشاء حالة حقيقية من التلاحم والتماسك الذي سينعكس بلا شك على شعوب المنطقة العربية في مواجهة التحديات المتزايدة والتي تحتاج إلى وحدة الصف العربي لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على الأمن القومي العربي. وبالتالي العلاقات المصرية الكويتية أو الكويتية يعني كانت وما زالت وستظل قوية وراسخة وثابتة في ظل قيادة حكيمة من الرئيس السيسي أو الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يؤكد وبقوة على عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية. زيارة هذا الوفد يا أستاذ يوسف يعني من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت بقيادة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، يعني بتؤكد على أن هناك رؤية عربية جديدة يتم صياغتها من أجل تعزيز وتعظيم العمل المشترك على كافة النواحي. ولكن هناك عوامل مهمة كما حضرتك أشرت في التقرير تدفع في اتجاه تعزيز هذه العلاقات، وأيضا أن مصر أصبحت واحة للاستثمارات العربية وأيضا الأجنبية. ومن أوائل هذه العوامل هو عامل بنية، أن مصر نجحت بشكل كبير في إنشاء بنية تحتية قوية
ايضا مع تحولها الى مركز اقليمي للطاقه، ايضا فيما يخص القوانين تم تعديل القوانين الاستثماريه لتتواكب مع ما تشهده مصر من طفره اقتصاديه وتجاريه، وده بيستلزم معاه توفير بيئه تشريعيه لتتناسب مع الطفره التنمويه والمضطرده والمتزايده، وكما اشار التقرير من انه على كافه الرقعه الجغرافيه لمصر، على اعتبار ان مصر اصبحت الان يعني جزء لا يتجزا واصبحت كيان واحد في ظل شبكه طرق رئيسيه محوريه تدفع في اتجاه ان هناك فرص كبيره تحقق عائد كبير لكافه المستثمرين العرب وايضا الاجانب. يعني موضوع الطرق وشبكات النقل والمواصلات وتطوير المواني اللي حصل ده ليه فايدة؟ مش زي ما الناس متصورة احنا بنعمل طرق ليه؟ يا فندم ليس هناك استثمار دون أن تكون هناك بنية تحتية، ليس هناك استثمار دون أن يكون هناك طريق لتوصيلك لفرصة استثمارية لكي يتم استغلال هذه الفرصة، وبالتالي هي ما سعت إليه القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتوفير شبكة طرق حقيقية. الآن أي ضيف أجنبي أو عربي يأتي إلى مصر سيشهد على واقع الأرض حجم التغير الكبير اللي شهدته الدولة المصرية، وكان ليا لقاء وتشرفت بوجودي مع حضرتك في مدينة العالمين الجديدة في اللقاء الأخوي، واللي كان واضح جدا إن الدولة المصرية بتوسع استثماراتها شرقا وجنوبا وغربا وليس فقط في نطاق معين، وما يؤكد على أن هناك رؤية استراتيجية كبيرة للدولة المصرية تسعى إلى تحقيقها وتنفيذها، على اعتبار أن هناك دول أوروبية فقدت عوامل مهمة لجذب الاستثمارات، سواء عامل الطاقة أو عامل الأمن، وهؤلاء العاملين الآن يتوافروا وبشدة داخل الدولة المصرية. هايل، أنا بشكرك جدا يا دكتور حامد، إلى أن نلتقي قريبا مرة تانية. نورتنا يا دكتور، كل الشكر لدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. استثمار من غير بنية أساسية مش هيجي. بنية أساسية يعني طاقة، بنية أساسية يعني محاور وطرق ووسائل، بنية أساسية يعني مواني ومطارات ومواني جافة، بنية أساسية يعني منظومة، ده جزء من بنيتنا الأساسية، بس هنا بقى اسمها البنية التشريعية والمنظومة العدلية. كل اللي اشتغلنا عليه في 8 سنين دي ثماره بالمناسبة. ليه احنا والكويت نتشارك؟ علشان دي ثمار. ليه احنا وميرسك نتشارك؟ عشان دي ثمار. ليه اجيب شركات نستثمر مع بعض في صناعه الذكر؟ عشان دي ثمار، وهكذا. تاني مفيش حاجه جهجهوني. هستاذنكم هنروح لتقرير، والتقرير ده عن شيء مهم عايزك تاخد بالك منه. أجهزة وزارة الداخلية الحقيقة قامت بتنفيذ خطط أمنية شاملة أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمني والمروري بكل المحاور والميادين والطرق الهامة مع بداية العام الدراسي الجديد. هتقول لي طب بنتكلم على ده ليه؟ هقول لك لأنه ما هو العام الدراسي بدايته موسم لإيه؟ للدراسة بس؟ لا، وهم الإخوة لازم يسيبونا يعني يعتقونا، ما هيبدأوا ينطلقوا بالشعارات الحق هناك مش عارف إيه، الحق الطريق الكذا مغلق، الحق حريق، هجوم بطيخ. ما تقلقش، في ناس بتأمن واخدة بالها منك، النبي ما تقلق. تقرير وفاصل ونكمل الكلام. مع انطلاقة عام دراسي جديد، كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين المدارس والجامعات، حيث وضعت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتحقيق مزيد من الأمن والأمان لجموع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. صراحة أول ما جيت ولقيت أفراد الشرطة نفسهم هم اللي واقفين على باب المدرسة في وجود أول يوم دراسي، والطلبة والبيرنتس وناس كتيرة داخلة، ولاقي المنظر ده بصراحة يعني انبهرت، حسيت بأمن أكبر، وحسيت إن الدنيا بخير أكتر، وحسيت إن إحنا طالعين لقدام أكتر، ومتشكرين، مش هنقول حاجة تانية غير كده. شكراً جداً ليكوا إن أنتوا واقفين
وبتحمونا. الحمد لله لقيت الشرطة واقفة والواحد يأمن على أولاده في المدرسة، الحمد لله. ترتكز الخطة الأمنية على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس بينها عناصر من الشرطة النسائية لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور. وجود الأمن ممتاز جداً، وده بيدي أمان للأهالي كلها إن هي تبقى مرتاحة وتبقى حاسة إن هي في تواجد للأمن، بالذات أطفال لسه في سنين صغيرة كمان وبيحتاجون إنهم يحسوا بالأمان. كما تعتمد الخطة الأمنية على نشر الأقوال الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين لرصد ومتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة. دي حاجة كويسة جداً للولاد، أمان عليهم وهم بيعدوا، حتى عشان العربيات اللي بتبقى جاية مستعجلة، وأمان للأهالي نفسها، وكده الواحد يبقى مطمن عليهم أكتر. حاجة كويسة جداً أنا أبقى حاسة بالأمان للدرجة دي، يعني إن في شرطة موجودة بعيدة عن الأمن العادي اللي موجود في المدرسة، فدي حاجة بالنسبة لي مريحة جداً يعني. ومع زيادة الكثافات والأحجام المرورية مع بداية العام الدراسي، تم تكثيف الانتشار المروري بالشوارع والميادين لسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع ربط الخدمات المرورية بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة وأماكن الزحام والتعامل الفوري معها. إحنا جينا الصبح لقينا الشرطة واقفة وموجودين، والحمد لله مخليين بالهم من ولادنا. مشاهد الوجود الأمني بمحيط المدارس والشوارع والميادين تتصدر المشهد في عام دراسي جديد، وتبعث برسائل أمان للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد مدى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في ربوع الوطن. طيب، على طريقة كابتن محمد لطيف الله يرحمه، واحد يقول لي عم يوسف انت بتقول لي اصل الناس اللي ظروفها اقل مننا، الناس دي مستحملة، مين قال لك ان هم مستحملين؟ وليه مستحملين يعني؟ طيب انا هقول لك حاجة لطيفة جدا. مين قال لي ان هم مستحملين؟ علشان خاطر بمنتهى البساطة هم قادرين يلمسوا التغيرات اللي بتحصل او التغييرات الجذرية اللي حصلة في انماط حياتهم على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. يعني ايه؟ يعني والله الناس دي بقى في مثلا على سبيل المثال عندها بطاقة تموين عليها القيمة. طبعا احنا زمان دي كانت حدوتة، بس سيبنا من زمان، ما تقولش للزمان يرجع الزمان ولا حاجة. والله الناس بقى في عندها كارت عيش عليه القيمة. طيب، على رأي ما كنا بنتكلم النهاردة كنا في مجلس النواب، فقلت لهم الناس بس نسيت 2009 أيام ما كانت الناس بتغز بعض في توابير العيش بالمطاوي. بس احنا بس نسينا، يعني ارجع لصفحات الحوادث بس انت، يعني وهتلاقي حاجات حواديت، يعني مش ده الموضوع. بس اخواتنا وأهالينا اللي ظروفهم الاقتصادية أقل مننا بكتير مستحملين عشان هم لامسين مش بس البطاقة بتاعت التموين ومش بس كارت العيش، عشان هو كمان لامس أنه أصبح في تطور مثلا في الرعاية الصحية اللي بتقدم ليه، وأصبح لامس أن الدولة مهتمة، خد بالك بقى هنا،
بتمكينه الاقتصادي، لأنها أصلا مهتمة بأنه يعيش في بيت عليه القيمة وأنه يحصل على خدمات حقيقية. أنا هنا بكلمك على مشروع حياة كريمة على سبيل المثال. ما مشروع حياة كريمة ده رايح لمين؟ رايح تقريبا 60 مليون بني آدم من هذا الوطن، من هذا البلد. خلاص؟ طيب هم فين؟ في الأرياف. طيب الناس دي كانت فين؟ كانت منسية. فأنا النهاردة أجي أقول له ده أنا هغير لك البيت ده عشان يبقى بيت عليه القيمة، وكل الخدمات اللي كانت فوت تخش للبيت وما كانتش بتخش لك، وكنت متساب تعيش وكأنك في قرون وسطى أو في عصور ما قبل التاريخ، الموضوع ده خلص. فمن حقك يبقى في عندك حنفية مية نظيفة، ومن حقك يبقى في صرف صحي، ومن حقك يبقى البيت جيد التهوية، ويبقى البيت شكله يسر، ويبقى البيت صحي، ويبقى البيت آمن، ويبقى البيت ما بيوقعش عليك المية بتاعت المطر ولا نقحة الشمس، ولازم يبقى في مدرسة عليها القيمة لولادك في ابتدائي وإعدادي وثانوي، ولازم يبقى في عندك فلوس وتكسب. فلأنه الناس دي لمسة ده، فهم عندهم هذا الصبر. بعضنا مستعجل، لا ده في بعضنا ما شاء الله يعني أغنية جدا قوي خالص، اللي هو إيه الثراء اللي يخوف. وبالمناسبة أصحاب، مش كلهم بس كثيرين من أصحاب الثراء اللي يخوف بالمعنى الحرفي لكلمة الثراء اللي يخوف، اللي هم الناس دي اللي هي بتركب عربيات احنا ما نعرفش ماركاتها ايه يعني، ولو عارفين الماركة احنا مش فاهمين هو ده الموديل ده اسمه ايه مثلا يعني، اللي هو لما نشوف العربية دي ماشية في الشارع نقف نتصور جنبها. دول أكتر ناس طول الوقت شغالة بنغمة مش عاجبني، أكتر ناس بتتكلم في نغمة مش عاجبني هم كثيرين من أصحاب الثراء اللي يخوف. أقول لك ليه؟ كثيرين، البعض محترم ورأس مالية وطنية زي ما الكتاب بيقول كده كويس، بس الكثيرين دول عارف ليه مش مبسوطين؟ الكثيرين بتوع الثراء اللي يخوف دول عشان هو مش عاوز كده، وعاوز نشتغل على قديمه، عايزين شوية فساد من اللي قلبك يحبه كده عشان نمشي المصلحة، عشان نسمسر، عشان كله يتراضى. عارف لازم، انت عايز تقول لي ان النوع ده عاوز يبقى فيه صناعه بجد؟ امال التوكيلات هتعمل ايه؟ انت عايز تقول لي انه ده عايز صناعه بجد؟ امال شغل السمسره يعمل ايه؟ انت عايز تقول لي ان ده عايز صناعه بجد؟ امال شغل الاستيراد اللي كان مفتوح على البهلي يعمل ايه؟ على البهلي كده اي حاجه في الدنيا عايز تستورد اي حاجه يلا. الراجل ده احنا استوردنا فوانيس رمضان. يلا أهالينا بقى، دي الحدوتة بتاعتنا دلوقتي. حدوتتنا على إيه؟ إحنا عاوزين نضيف دخل اقتصادي لأسرنا البسيطة في محافظة أسوان، فتلاقي إنه بأمر الله سبحانه وتعالى وبجهد المجتهدين أكتر من 500 أسرة تحديدا من سيدات أسوان بدأوا ينفذوا أنشطة اقتصادية بتتواكب كمان مع قضية التغيرات المناخية، من بينها صناعة العطور، من بينها الشغل على جريد النخل، من بينها تدوير الزيوت، من بينها صنع البن من نوى البلح. الحدوتة الحلوة دي، طب تعالوا هنا نسأل دكتور أماني بدر مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية وعضو وحدة حياة كريمة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. استلهاما من أغنية عبد الحليم حافظ الله يرحمه الشهيرة، نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي الحكاية من 2018. ماشي. إيه بدأنا المبادرة بهدف مساعدة للسيدات المعيلات اللي هم المطلقات وأرامل وهجر الزوج واللي زوجها عاجز عجز كلي وما عندهمش مصدر رزق ثابت خالص ليهم ولا لأولادهم، والستات دول بيعولوا أطفال ومش قادرين يصرفوا عليهم. فقلنا كان ساعتها المحافظ الأسبق اقترح إن ندي 1000 جنيه للسيدة تعمل بها مشروع منزلي في بيتها، من غير بقى ما نقول تأجر دكان بره ولا حاجة زي كده، حاجة بسيطة في البيت يشتغل بها المشروع اللي هو يعجبها، بس بهدف تكون الست تكون من الريف، بحيث انه يكون طبعا سقف طموحاتها ما هوش عالي لدرجه على قدها، حاجه بسيطه تقدر تشتغل من خلال الموضوع ده. وفعلا رحنا اعلنا على الموضوع ده في القرى، قرى اسوان الاول، وبدانا نستقبل الحالات،
واللي منطبق عليهم الشروط يعني اخذ لهم. بس طبعا احنا كان محدد لنا مبلغ معين لكل من طلعوا من صندوق الخدمه في المحافظه، وساعتها باساس ان بقى نعمل الموضوع تجربه على عشان خاطر كان في ناس كتيره كانت بتهاجمنا تقول لا ده لو اديتوا 1000 جنيه للستات دول هيروحوا يجيبوا بيها موبايلات لاولادهم يروحوا مش عارف ايه. ما حصلش كده خالص طبعا. وفعلا رحنا جربنا الموضوع دوت وادينا 1000 جنيه لكل سيده، بس كان المبلغ ساعتها يعني كان منحصر في 200 سيده بس. وعملنا متابعه عشان خاطر المصداقيه للمشروعات لل 200 سيده، رحنا لهم بيوتهم على مختلف قرى محافظه اسوان كلها. حلو. وانا كنت على راس الفريق ده عشان اشوف بعيني، صورت بالصور وبالفيديوهات. بامانه ربنا ال 200 سيده عملوا مشروعات، وكلها مشروعات تقريبا اكثر من 95% مشروعات منتجه. ال 200 سيده كلهم يا دكتور اماني ما فيش واحده جلت كده؟ ولا واحده، ولا واحده. انا كنت عايزه بس اشوف واحده ما عملتش الموضوع ده. ما حصلش ال 200، وكانوا قد ايه فرحانين بال 1000 جنيه الحاجه البسيطه بساعتها. واللي بقى جابت لها عجله تعمل بيها مخبوزات، اللي جابت لها مشغولات يدويه تشتغل عليها، اللي ساعتها برضه كان في وزاره البيئه كانت جايبه لنا حضرتك اشجار مثمره لمحافظه اسوان كده هديه طبعا عشان خاطر درجه الحراره واحتباس الحراري وكده. رحنا قدمنا لكل سيده شجره تزرعها جنب بيتها. تخيل بقى الستات كانت بتتكلم في ايه، تقول طب الشجره دي انا مش بس هخليها تظلل عليا، لا ده انا المنتج بتاعها ان كان جوافه هعمل منه مربى، ان كان ليمون انا هعمل منه صابون سائل او مثلا قشر الليمون تنشفه وتعمله اعشاب. يعني كانت الافكار جميله جميله فعلا. انا اتبهرت لما رحت قد ايه اشوف الاماكن البسيطه دي، بيوت صدقني حاجه صغيره خالص وست معاها طفلين كده صغننين يا عيني. انا اتبهرت فعلا اتبهرت. كنا بنصور الحاجات دي لسيد المحافظ اول باول، وبنخلي الست تقول تجربتها. انا والله اخذت 1000 جنيه وقدمهم ساعتها 3 شهور سماح، بحيث ال 1000 جنيه بترجعها 100 جنيه كل شهر على 10 شهور. والموضوع ده ما هوش بقى يعتبر قرض، احنا كنا ساعتها كان مسمى مساهمه نقديه مرتده، بحيث ال 1000 جنيه ترجعها 1000 جنيه ثاني زي ما هي بالظبط. الفلوس دي تدور ونشغل يعني نديها للناس ثاني، الستات ثاني تبقى مستفيدات. المرحله الاولى نجحت بنسبه سداد 100%. ما شاء الله. لقينا بقى سيدات بنفسهم قبل الميعاد بيروحوا يوردوا المبلغ اللي هو ال 100 جنيه ده، يروحوا الوحده القرويه لرئيس القريه يقولوا هو ال 100 جنيه بتاع الشهر ده. لغايه ما وصلنا لغايه 6 شهور كده، ورحت عرضت على السيد المحافظ يا فندم ده التنفيذ كذا والسداد كذا. راح قال طب خلاص طالما الناس كده فيها مصداقيه نعمل مرحله ثانيه ونعلي العدد شويه، خلينا 250 سيده. وبرضه نفس الطريقه مشروعات اجمل من اللي قبلها. غير بقى ان الستات دي عندهم مثلا فتيات، كل فتاه من الستات دول اولادهم يعني عندهم افكار ثانيه، بس برضه المبلغ كان عندي محدود مش هقدر اديها هي ودي بنتها، فبضطر اديها هي. كان بقى برضه من ضمن الحاجات اللي كانوا بيقولوها الستات، طب مش ممكن يا دكتوره احنا نشترك انا وكذا ست مع بعضنا عشان نعمل مشروع متكامل، يعني يبقى على مراحل. يعني مثلا واحده تجيب الماده الخام، الثانيه تبتدي تنتج لو هذا مثلا خياط او حاجه زي كده، الثالثه تغلف. يعني عايزين يعملوا حاجه شراكه. واحده ثانيه الثالثه مثلا جات لي قالت طب انا عندي مشروع حلو قوي، بس انا عايزه المكنه اللي هتعمل لي التصنيع دوت انا هجيب من نوى البلح اعمل منه منتج بني. بس طبعا 1000 جنيه برضه ما كانش مكفي هنا، فرحنا جينا عملنا طبعا المحافظ اللي بعد منه عرضنا عليه برضه. ما كنت انا بقى متوليه الموضوع ده ومهتمه بيه جدا لدرجه ان مش كنت عايزاه يتوقف عند مرحله معينه. عرضت على المحافظ اللي بعد منه، قلت له يا فندم المشروع ده حصل فيه كده ونجحنا فيه نجاح، واسوان عملت فيه شغل حلو قوي والستات اجبرت يعني جدارتها، ممكن نرفع المبلغ من 1000 ل 2000، والستات اللي عندهم رغبه ان يطوروا مشروعاتهم ممكن اديهم مره ثانيه. قال ما عنديش مانع نعمل كده. رفعنا المبلغ. طب سؤال اخير يا دكتور اماني، يعني انا حقيقي اشكرك على هذه الافكار، ده بجد مش هزار، وعلى الشغل ده. احنا كده عمليا بنخلق تقريبا متوسط دخل قد ايه لكل سيده شهر؟ يعني بص المشروع حضرتك اللي هو ب 1000 جنيه الست بتقول انا بكسب فيه 1000 جنيه ثاني في الشهر. في الشهر الله اكبر، بس كده وهو المطلوب اثباته. ب 1000 جنيه بقينا بنكسب 1000 في الشهر. طب ده ال 1000 دي انا بسددها على 10 اشهر، قول سنه، يبقى انا عملت ايه؟ دفعت 1000 جنيه
أنا هذه السيدة الفضلة بتدفع 1000 جنيه بالتقسيط، بس هي كسبت قدامهم قد إيه؟ 12000 إيراد. قال لك بس يا ترى حصل إيه في مصر؟ لا يوجد أي تغيير. أشكرك مرة تانية دكتور أماني بدر، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية وعضو وحدة حياة كريمة. تعال نروح على التموين. بص بقى، أنا لسه كنت بتكلم معاك في إيه؟ إحنا دولة بتفكر فتقول أنا لازم يبقى في عندي على الأقل في أقل تقدير سد فجوة استيرادية في زيوت الطعام، الزيوت النباتية، فبزرع ذرة صفراء أو بدأت أزرع بقى الذرة الصفراء ووزع ووسع الرقعة الزراعية بتاعتي وأعمل حافز للمزارع وما إلى ذلك، وبزرع فول صويا وبوسع الرقعة اللي كانت موجودة على استحياء وادي حافز برضو للمزارع، بس كده؟ لا، وانا بس عايز القصة تبقى زراعة. طب وبعدين هو مش الحاجات دي لازم هتتعصر علشان يبقى في عندي زيت؟ طيب ومش بس كده، ده انا كمان عايز بعد كده بعد انتهاء مرحلة العصر دي انا احول الحاجات دي لأعلاف بقى. فوزارة التموين بتطرح 3 فرص استثمارية ضخمة، يعني اخواننا اصحاب رؤوس الاموال، اخواننا رجال الاعمال، اخواننا المستثمرين الكبار، من يريد ان يهتم بالصناعه، نقول له الوزاره بتقول لسيادتك في 3 فرص استثماريه كبرى في مجال ايه؟ انتاج زيوت الطعام، مش استيراد زيوت الطعام. خلينا ناخد معانا على تليفون المهندس احمد عبد الوهاب، رئيس مجلس اداره شركه الاسكندريه للزيوت، شركه عظيمه كبيره عريقه ليها تاريخ. فنيجي الاول نرحب بالبشمهندس احمد عبد الوهاب اولا. ازاي الصحه يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. بشمهندس، احنا بنطرح 3 فرص استثماريه للمستثمرين ان هم يعملوا مصانع للزيوت. بالظبط. ليه طيب يا فندم؟ ما احنا حلوين كده. لا ازاي؟ وما احنا خلينا ارجع بيك شويه، 2019 كانت مصر بتستورد 97% من الزيوت. يعني بنستورد زيوت خام 97%. استهلاك مصر حاليا 2.4 مليون طن من كافه انواع الزيوت. دول بيكلفونا كام حاليا؟ بيكلفونا 3.5 مليار دولار. بما معنى 75 مليار جنيه. فاحنا بنتكلم في رقم مهول مش رقم قليل، زائد سلعه بنتكلم عنها سلعه استراتيجيه لا غنى عنها. بالتالي الامور ما كانتش صحيه. تكلمنا خبره ان عدد مش هقول. معلش يا باشمهندس الخط بيقطع جامد. لا انا الخط عندي سليم مش عارف. حلو كده. الشبكات معلش. كده كويس؟ طيب ماشي اوكي. قلت لي كام دولار يا فندم؟ 3.5 مليار دولار سنويا. يانا يعني 75 مليار جنيه تقريبا. تمام ماشي. فطبعا ده حاجه غير صحيه، وبالتالي كان لازم ان احنا نشوف حجم المشكله وايه الحلول المطروحه. زي ما حضرتك قلت، ما ينفعش ان انا كل حاجه تبقى مستورده، لازم يبقى في جزء بينتج عندي. بس طبعا عشان ازرع محاصيل زيتيه يبقى انا لازم هنا المزارع يكون مقتنع تماما ان هو لما هيزرع المحصول هيلاقي اللي هياخده منه حاجة تانية هيكسب من وراء الزراعة. فبعمل زراعة تعاقدية. بالظبط كده، واحنا كان عندنا تجربة رائدة في صناعة السكر في لما زرعنا البنجر. البنجر. الأول كان السكر كله بيجي من قصب السكر. وكان بنجيب منه 1 مليون طن. طب احنا عايزين دلوقتي في مصر استهلاكها كان 3.3 مليون طن. طيب الباقي كله كان بيجي استيراد. طب ما جينا نعمل قلنا لا، البنجر بيستخرج منه السكر، وبالتالي تم إنشاء مصانع للبنجر موجودة في أنحاء الجمهورية بناء على المصانع اللي موجودة. المصانع دي عايزة مادة خام. وبالتالي تم إجراء الزراعات التعاقدية للبنجر، وصلنا ل 600,000 فدان ادونا 1,600,000 طن سكر، قربنا من الاكتفاء الذاتي للسكر. وبالتالي عندنا تجربة رائدة بالنسبة للسكر، نبتدي نستنسخها بقى في الزيوت. الزيوت يمكن أصعب شوية لأن زي ما قلنا استثماراتها عالية جدا. فكان أول خطوة معالي الوزير عرض على سيادة الرئيس ان انا كل الزيوت بتيجي من بره، لا احنا ننزل خطوه لتحت نعمل تعميق للصناعه، ان انا استورد البذور
بدل ما اجيب زيوت خام، لا استورد الاول البذور واعمل عمليات استخلاص ليها في مصر هنا، وبالتالي توفر لي كميه زيوت. وفعلا من 2019 ابتدينا ان يتم استيراد البذور ويتم استخلاصها في مصر. دي وفرت لنا نص مليار دولار، يعني 10 مليار جنيه، يعني بنسبه 15%، ودي كانت المرحله الاولى. بس هل هي دي التوجه الاستراتيجي للدوله؟ لا طبعا، التوجه ان انا يبقى زي ما حضرتك قلت في زراعات تعاقديه. وبالتالي تم التنسيق بين وزاره التنميه ووزاره الزراعه، وابتدينا فعلا ان احنا وزاره الزراعه تشوف الاماكن اللي هيتم الزراعه فيها مع المزارعين، وتعملت العقود الزراعيه. ابتدينا ب 250,000 فدان فول صويا طبعا. والمزارع اما احنا عارفين لما هيكسب وهيلاقي اللي ياخد منه المنتج كمصنع موجود، هيبتدي طبعا 250 ان شاء الله يبقوا 400، يبقوا 500، ونبتدي نفس. بحيث ان انا مش بقول ان انا 100%، مش هنقدر، صعب جدا ان انا استهلاك مصر كبير 42 طن، منهم مليون طن بره ان انا اقدر ازرعهم في مصر، اللي هم الزيت الداخلي ومشتقاتها دي بتيجي من اندونيسيا وماليزيا عشان طبيعه الجو. وبالتالي على الاقل ان انا اوصل 50% من الزيوت اللي انا ممكن اقطعها هنا في مصر. وبالتالي كان الشركات، كان موجود شركات بتعمل تكرير وتعبئه فقط، تتبع الدوله، تتبع الشركه القابضه زي تبع وزاره. عندي هيكله الشركات، تم اعداد دراسه لمده سنتين، تم اعاده هيكله الشركات اللي وصلت النتيجه بتاعتها ان ينشا 3 مجمعات صناعيه جديده، لان عشان تقعد تصلح في القديم مش هيديك النتائج المرجوه، زائد ان المصانع القديمه كلها في الكتل السكنيه، واحنا بنتجه ان احنا نطلع المصانع بره في المناطق الصناعيه. وبالتالي كانت نتيجه الدراسه بعد العرض على القياده السياسيه والموافقه انشاء 3 مجمعات صناعيه كبرى، مجمع في برج العرب بطاقات انتاجيه 900,000 طن بذور سنويا استخلاص، 240,000 طن تكرير وتعبئه زيوت، 90,000 طن انتاج سمن نباتي وشورتنج ومارجرين. مجمع ثاني في السادات بطاقه 240,000 طن تكرير وتعبئه زيوت. مجمع الثالث في سوهاج بطاقة 600,000 طن استخلاص للبذور وتكرير وتعبئة الزيوت 240,000 طن، طبعا طاقات مهولة، الطاقات دي هتغطي المنظومة الكونية بالكامل وهتغطي الجزء الكبير من السوق المحلي، وممكن هتحتاج للتصدير لأن احنا الكميات كوست اللي هي بتطلع نتيجة الاستخلاص دي هتدخل في صناعة العلاف وممكن نصدر منها للخارج. وبالتالي الفرص الاستثمارية اتعرضت، لأن زي ما بنقول هو توجه الدولة في المرحلة الحالية تعظيم دور القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص زي ما سيادة الرئيس في آخر قال في اخر مؤتمر ان القطاع الخاص هو هيكون قاطره التنميه. وبالتالي وزاره التموين كان ليها الرياده ان هي نظمت المؤتمر النهارده وعرضت الفرص الاستثماريه على المستثمرين، كان في ضيوف من الدول العربيه الشقيقه والمؤسسات الماليه، بحيث ان اللي عايز يساهم معانا حتى يوصل لنسبه 70%، الدوله ما عندهاش اي مشكله، احنا اساسا بنتجه الى ان القطاع الخاص هو يكون. وبالتالي تحصل هذه الشراكة في النهاية، خلص الكل كسبان، أنا كمواطن بالزبط. مبسوط، التكلفة بتقل، ساعتها أنا كمان هبقى مبسوط مرتين. أنا بشكرك جدا أولا باشمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الأسكندرية للزيوت. طيب يعني لو حصل كده احنا تقريبا بإذن الله، لا مش لو، بإذن الله لما يحصل كده نوفر تقريبا حوالي 1,750,000,000 دولار. وماذا تفعل الدولة؟ ماذا تفعل أنت؟ فاصل ونكمل الكلام. ديزني اون ايس غير ديزني العروض المسرحيه، ديزني العروض المسرحيه احنا جبناها في 2014 و18 ودي كانت بتبقى اكتر على الماجيك والسحر وروعه الاداء على المسرح والضحك، لكن ديزني اون ايس حاجه ثانيه. ديزني اون ايس انتاج ضخم جدا، انتاج لافلام كلاسيكيه وجدت واتعملت زي في التسعينات لما كنا بنتكلم على بيوتي اند بيست، كان ايميها الفيلم ده كان يعني كان قوي جدا وكان مشاهدته عاليه جدا. دلوقتي احنا عندنا فروزن حقق نسبه مشاهده ونسبه ارباح ومبيعات ضخمه جدا في العالم كله. موانا من احدث عروض ديزني الترفيهيه وافلامها اللي انتجت. دول الشخصيات دي اول مره تيجي مصر. التنظيم نفسه احنا عايزين طبعا حابين لو نقدر ندخل مصر كلها تحضر الشو ده، لان زي ما حضرتك عارف برضو ميكي وميني وديزني عامه بالنسبه لينا احنا كاجيال حتى ولاولادنا شخصيات
مؤثرة جدا، وهم بيبقوا حابين ان هم يشوفوها ويحضروا الايفنتات بتاعتها او الشوز بتاعتها. تنظيميا طبعا احنا فخورين بالشراكة بتاعتنا مع داينو اكتيفيشنز والوزارة السياحة والآثار وشركة بي او دي، وحابين ان احنا نقول للناس ان عايزين نشوفكم في العروض يعني ان شاء الله. كل ايفنت عالمي بيحصل على ارض مصر ده شهاده لمصر ان هي رقم واحد دوله مستقره وامنه وانها قادره على تنظيم فعاليات كبيره. اثنين، هي شهاده من الشركات الدوليه بتشجع شركات دوليه اخرى على ان هي تعمل فعاليات بنفس المستوى ويمكن اعلى من كده كمان. ثلاثة، هي بتدي فرصة للسائح اللي موجود في مصر انه يستمتع بعروض فنية غير استمتاعه بالمزارات الأثرية والسياحية المعتادة. فالحقيقة هي مزايا كتيرة جدا. تصدق اخي انا قاعد عمال اكتب بالقلم والعب بيه وارسم وبتاع، القلم حلو مصري مفيش حاجه يعني، اهو خطه حلو يعني وسلس كمان في الكتابه. طيب انا من الناس اللي بتشوف ان احنا عندنا مشكله حقيقيه في ان احنا مش عارفين تاريخنا كويس او بنتجاهل تاريخنا، او اصبح في عندنا مجموعه من العقد والكلاكيع بتؤدي الى ان احنا طول الوقت في حاله انبطاح دائم امام اي حاجه مش من بتاعتنا. يعني تلاقي ناس قاعده عماله مثلا تكلم على التاريخ بتاع دوله، اصل هم بيصنعوا، اصل هم الناس دي اخلاقها، اصل تراثهم، اصل فنهم. يا عم بس ركز مع نفسك حبه، هتكتشف ان انت كبير وكبير قوي. يعني اشهر حاجه ممكن الناس تتكلم فيها دايما وتحسسك بالنصر والمجد وما إلى ذلك هي الأقرب، ولا ألا وهي نصر أكتوبر 1973، 6 أكتوبر 1973. بستة أكتوبر 1973 كل جيلي كان نفسه يطلع ضابط تقريبا. أنا بكلمك بجد مش هزار يعني، وأتحدى أتحدى واحد في جيلنا كله حلو ما كنتش تسأله نفسك تطلع ايه احنا صغنططين 4-5 سنين وبتطلع اطلع ظابط ليه؟ عشان الاحساس بالقوة بالمجد النصر. ودايما انا اقعد اتساءل ترى هل الاجيال الجديدة عارفة يعني ايه نصر اكتوبر؟ في دور كبير بيبقى ملقى على عاتقنا احنا كبيوت المجتمع، اباء اولياء الامور زي ما بيتقال، وفي جزء اخر يلقى على عاتق وزاره التربيه والتعليم، جزء اخر يلقى على عاتق الاعلام والدراما والسينما وما الى ذلك والنشر، ودي حاجه مهمه. فلاقي انه مركز الهلال للتراث يصدر مجلد يحكي تفاصيل نصر اكتوبر وحواديته، ودي حاجه مهمه جدا جدا. خلوني هنا يعني أتلقى بكل الترحيب والمحبة والتقدير والاحترام والمودة ناقدنا الفني وكاتبنا الكبير الأستاذ أشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث. أهلا أهلا يا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. عامل إيه يا أستاذ أشرف؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله بخير يا فندم. كله تمام؟ نشكركم على هذا الإصدار الجديد أولا يعني. نعم؟ نشكركم أولا على هذا الإصدار. ده واجب علينا أستاذ يوسف. صدقت بصراحة. قول لنا
هذا الإصدار إيه اللي يخليه يختلف عن أي إصدار آخر صدر قبل كده حول الحرب وحكايات النصر؟ أولاً عايز أقول لك على الدوافع، يعني اللي حضرتك قلت ده بالظبط كان في ذهني وأنا باخد قرار إنه نطلع في مركز الهلال للتراث مجلد تذكاري عن حرب أكتوبر. من حوالي 3 سنوات كده في العيد 46 لحرب أكتوبر الرئيس السيسي قال كلمة للشعب المصري كانت حقيقة قايمة على مرتكزين مهمين جدا. أول حاجة فكرة إنه النصر بتاع أكتوبر ده ملحمة شعب كامل، جيش وشعب، يعني كان في قدرات مدنية شاركت في هذا الانتصار، هو ليس انتصارا فقط للعسكرية المصرية لكنه انتصار للعسكرية المصرية مدفوع ومشفوع ومدعوم من قوى مدنية كثيرة جدا في مصر. فكان يهمني جدا جدا اني اقول ان ده تماسك شعب، بمعنى انه المجلد اسمه فخر العسكرية المصرية حرب اكتوبر ارادة امة وتماسك شعب. حلو. هذا التماسك الشعبي واللحمة اللي حصلت بين الشعب والجيش خلقت هذا الانتصار العظيم. الشيء الثاني والرئيس برضو اكد عليه فكرة انه من حق الاجيال الجديدة علينا احنا اللي عشنا هذه الاحداث في اكتوبر 73 ان احنا نقول لهم قد ايه كان الواقع ما قبل اكتوبر واثناء اكتوبر وما بعد اكتوبر. فالدافعين دول هم اللي خلوني افكر في مركز هلال التراث بدعم كبير من المهندس احمد عمر رئيس مجلس اداره دار الهلال ان احنا نصدر هذا المجلد التذكاري الضخم عن حرب اكتوبر. ده بنحققه ازاي بقى كمحتوى؟ في عندنا كل ما يمكن ان تتخيله حضرتك او اي حد مهتم بانه يعرف كل شيء عن حرب اكتوبر. يعني نفترض ان في باحث مثلا عاوز يشتغل على ملف حرب اكتوبر سوف يجد في هذا المجلد كل ما له علاقه، مثلا البيانات العسكريه الكامله 64 بيان عسكري اللي هي يوميات النصر كلها متسجله عندنا في هذا المجلد، خطاب رئيس السادات في 16 اكتوبر 73 الخطاب الشهير في مجلس الشعب، اعضاء حكومه النصر اعضاء حكومه مصر سنه 73 اللي كانت برئاسه الرئيس السادات كان فيها المشير احمد اسماعيل قائد عام للقوات المسلحه وزير حربيه وانتاج حرب كانت ساعتها لسه اسمها وزاره الحربيه. ثم عندنا كل سجل كامل بالقاده المصريين العسكريين اللي قادوا مصر على جبهه القتال. وعندنا في المقابل كل القاده الاسرائيليين اللي اتهزموا بتاريخهم بارثهم العسكري. رائع. وعندنا لاول مره في الصحافه المصريه محاضر اجتماعات جولدا مائير والحكومة الإسرائيلية كاملة قبيل حرب أكتوبر بساعات وأثناءها، وده لأول مرة في الصحافة المصرية. عندنا مقال شديد الأهمية للدكتور جمال حمدان بيتنبأ بما كل ما سوف يحدث بعد 73 بعد النصر بتاع 73. عندنا مثلا موضوع الدكتور محمود سماحة. الدكتور محمود سماحة ده أستاذ في مركز القومي للبحوث، واحد من اللي انقذوا حرب اكتوبر بالفعل، ده كلمه ليست فيها اي مبالغه، لانه بعد ما الخبراء الروس انسحبوا من مصر سحبوا معاهم وقود الصواريخ وقود حائط الصواريخ، فكان على مصر ان هي تامن سمائها بوقود بديل. فهذا العبقري المصري المدني قدر يخلق من الوقود المحروق وقود حديث، وهذه صفحه لا يعلمها احد إيه ده؟ في مصر. اه والله، يعني بجد قدر يعمل اعجاز وينقذ حرب اكتوبر من يعني فكره التاجيل او حتى الالغاء. حتى عندنا اللي هو بقي زكي الراجل اللي اخترع خراطيم الميه اللي قادت على خط بارليف. عندنا موضوع فيتشر عن عبد العاطي صائد الدبابات. عندنا الدكتور احمد نوار الملف الفني بقى. الدكتور احمد نوار اللي كان احد مقاتلين وهو فنان تشكيلي طبعاً رائع وكان رئيس وكيل وزاره لشؤون الفنون التشكيليه في مصر. ثم العلاقه بين السينما والادب وحرب اكتوبر والسينما والمسرح والغنى ازاي عبروا عن حدث اكتوبر، وبالقوائم وبالكل المعلومات الداله على ازاي المصريين المبدعين عبروا وتناغموا وتفاعلوا مع الحدث الكبير. حتى الأطفال، أنا برجع بجيب صفحات من مجلة سمير في أكتوبر 73 كيف عبر الأطفال بالرسم وبالرسوم الكرتونية عن انتصار أكتوبر.
مش ناسيين كمان الادب، عندنا كل الشعر اللي كتب عن حرب اكتوبر، محمود درويش وصلاح عبد الصبور وفاروق شوشه، عندنا كتابات لنجيب محفوظ ويوسف ادريس وتوفيق الحكيم، جملته الشهيره بتاعت عبرنا الهزيمه، المقال الرائع اللي كتبه توفيق الحكيم. حقيقه يعني انا بزعم انه اي حد ممكن يبقى محتاج حاجه عن حرب اكتوبر اجدها في هذا المجلد الجامع المانع الذي تفخر دار الهلال بانها قدمته للاجيال الحاليه. يعني انا كمان ممكن الاقي في المجلد العناوين بتاعه الروايات والمجموعات القصصيه اللي كتبت عن الحرب. هتلاقيها، لانه الادب كان سابق شويه عن السينما، لانه تعرف الادب هو ابداع فردي تقريبا، يعني بمعنى ان واحد شخص هو والورق وبيكتب، فكان الابداع اسرع شويه من ابداع الاغنيه وابداع الفيلم والمسرحيه. عشان كده احنا عندنا ده، وعندنا مقارنه بقى بين الادب والسينما مين، وده مقال كاتبه الاستاذ محمود قاسم الناقد الكبير. الله. فالحقيقه هو يجمع بين اهتمامه بالسينما واهتمامه بالادب. صحيح. فعندنا الحقيقه يعني حتى اي حد يجتهد في انه يدور على حاجه ممكن ما تكونش موجوده ان شاء الله ممكن يلاقيها عندنا. عزيز محمود كان عنده موسوعه كبيره عن السينما برضه عن دار الهلال بطبيعه الحال. بالظبط بالظبط. طب انا وصديقنا محمد دياب بالمناسبه هو اللي عامل القائمه بتاعت الدراسه بتاعت اغاني حرب اكتوبر. الله الله. ومحمد دياب صديق طبعا. عضو في مجلس امناء مركز التراث، وهو متخصص ايضا في مجال الاغنيه. فيعني حتى جايبين كمان كل شخص في مكانه. ده شيء رائع جدا، وبكده يبقى هذا المجلد بيخلق تميز جديد او اضافه جديده لما صدر عن او ما سبق في توثيق هذه الحرب. بالظبط كده، ده غير بقى مجموعه صور يعني لا نهائيه وخرافيه وجيده جدا وجديده الى حد كبير عن حرب اكتوبر. انت عارف حضرتك انه ارشيف مؤسسه دار الهلال هو الارشيف رقم واحد في الوطن العربي. طبعا. فاحنا الحقيقه بنمتاز بده، وقدرنا نخرج كنوزنا ونطعم بها الموضوعات وتخدم الموضوعات، وبالتالي الحقيقه الكتاب حتى لم يغفل مش بس الماده لكن الصور كمان. يعني انا مش عارف هل ده جزء من مهام مركز الهلال للتراث ولا لا، بس انا بقعد افكر بما ان احنا بنتكلم على يعني ادب اكتوبر وادب الحرب. نعم. الأستاذ مجيد طوبيا الله يرحمه. نعم. وكتب روائع بصراحة في أدب الحرب. إذا صح الكلام يعني. صحيح. وحاجة مش، هل من الممكن إن احنا نعمل عملية إعادة نشر الأدب مجيد طوبيا؟ وأنا أعتقد هو ما خدش حقه كله. مش من ممكن، بس مش من خلال مركز الهلال التراث، لكن من خلال روايات الهلال. ده يا ريت. إحدى إصدارات دار الهلال. طبعًا ممكن. تولنا هذا الموضوع والنبأ أستاذ أشرف. ان شاء الله بالاتفاق مع اداره المؤسسه واداره روايات الهلال نقدر نعمل ده طبعا. يا ريت. وانت عارف طبعا ان الاستاذ مجيد طوبيا روايته ابناء الصمت واحد من الافلام طبعًا المهمه جدا، واحده من اهم واحلى الافلام واكثرها تفلسفا وعمقا بصراحه. طبعا بالتاكيد. صحيح. حقيقي. حقيقي. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب. الراجل ده ما خدش حقه كفايه يعني. من الاسماء اللي يعني كانت تستحق تسليط الضوء بشكل اكبر عليها. صحيح صحيح. الله يرحمه الله يرحمه. اشكرك جدا 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 يا استاذ اشرف، كل الشكر لناقدنا وكاتبنا الكبير الاستاذ اشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث. بالمناسبه يعني برضه وجب التذكير، استاذ مجيد طوبيا رحل عن دنيانا في هدوء وصمت في ابريل اللي احنا بتاع السنه دي يعني في 2022، وزي ما كان بيتكلم أستاذ أشرف هذا الرجل حولت أو تم تحويل واحدة من مجموعته إلى أو يعني من رواياته إلى الفيلم العظيم بالمناسبة أبناء الصمت. حتى الاسم اسم يمتلئ بالفلسفة، وتحس إنه في شعر في وقع. أنا أحب يعني وأتمنى إن أنا أشوف المزيد من أعمال أستاذ مجيد طوبيا الله يرحمه يا رب، وهي تحول إلى أعمال سينمائية لأنها بجد حلوة، بجد حلوة ورائعة يعني. طيب خلوني من هذا من هذه الأمنية، ويمكن أكتوبر هي واقع ما أقدرش أقول لك عشته وما أقدرش أقول لك ما عشتوش بالمناسبة، لأنه بالتأكيد أنا راجل مواليد 75، أكتوبر كانت في 73 زي ما الكل يعلم ذلك.
لكن أقدر أقول لك أنا عشت واقع ما بعد أكتوبر مباشرة، يعني اللي هو مواليد 75 و76 و77 دول هم عارفين يعني إيه قيمة النصر بجد، عشان إحنا شفناه في عينين خلالنا، عمامنا، أبهاتنا، جيراننا، خد بالك، وشفناه. وأنا عارف إنه مش كل الناس ممكن تبقى متذكرة ده كويس، شفناه في الكتابات اللي كانت بتتكتب على العمارات أوقات وقت الحرب، فاهم؟ كان بيكتب حاجات متعلقة بالحرب، بالنصر، بأمنية الانتصار، بالفرحة في هزيمة العدو. وشفنا الألعاب بتاعة الأولاد لما بنلعب في مدخل العمارة وعلى الرصيف اللي قدامنا، وإزاي كان عندنا كل الفخر بهذا النصر. أنا واحد من الناس، خالي الله يرحمه يا رب، محمد نجيب، الله يرحمك يا خالو، فالعميد محمد نجيب عميد بحري قوات مسلحة مصرية، كان من المحاربين القدماء اللي شاركوا في حرب أكتوبر. الحكاوي اللي كان يحكيها لي خالي نجيب الله يرحمه، الحكاوي اللي كان يحكيها لي خالي عبد الوهاب وهو يحكي على أصدقائه وأصحابه أوقات الحرب، الحكاوي كانت تحكيها لي أمي ربنا يديها الصحة، ست تحية، ست تحية، تحية عبد الوهاب. خالي اسمه عبد الوهاب، عبد الوهاب بالمناسبة، بس ده خالي صاحب الفضل عليا. يعني الحكاوي دي اللي ما كانش يخلو منها بيت، حقيقي اعرف قيمتك كويس، انت تعرف تجيب مناخير التخين الارض لو داس لك بس على طرف، مش بقولك خلي مناخيرك في السماء، بس اعرف قيمتك كويس قوي. طيب جزء من قيمتنا هو تاريخنا، مش بس انتصاراتنا، هو تاريخنا وحضارتنا وإرثنا الثقافي والحضاري. فتجد علماء أثار بيتوصلوا للاكتشاف الحلم. إيه ده بقى؟ يعني إيه؟ طيب خلونا نحاول نفهم بقى. دكتور علا العجيزي أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الأثار جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الأثار، أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم، إزاي الصحة؟ معلش أنا طولت حبة يعني، بس أنا كثيرا ما أتهم بأن أنا عندي شوفينية مصرية من كتر حبي في الحضارة المصرية القديمة. كلنا الحقيقة كلنا، أو ليه بنتهم هذه الاتهامات مع أنه إحنا اعتزازنا بحضارتنا وبثقافتنا المفروض يبقى أكبر من كده كمان؟ ما فيش شك أن إحنا لازم نكون فخورين جدا بحضارتنا وبتاريخ بلدنا يعني، صحيح، وياريت كل الشباب يعرفوا الكلام ده. صحيح جدا. دكتور علا، ايه هو الاكتشاف الحلم؟ يعني ايه اللي حصل؟ والله يعني هو الواقع ان هو اكتشاف مهم عشان وجوده في منطقة سقارة اللي هي مليئة بالاكتشافات، وخاصة في الموقع اللي احنا بنشتغل فيه اللي هم رجال رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثاني، رجال الحرب في فترة رمسيس الثاني، العسكريين كلهم اللي كانوا اختاروا منطقة سقارة لتكون مدفن لهم. فكل عام بنكتشف مقابر جديدة لشخصيات مهمة جدا في فترة الملك رمسيس الثاني ووالده أيضا الملك سيسي الأول. فالفترة دي كانت فترة عظيمة من الانتصارات والبعثات الحربية المهمة جدا في عهد رمسيس الثاني. المقبرة اللي احنا اكتشفناها الموسم السابق لشخصية مهمة في هذه الفترة، شخص يدعى فتاح المية، كان يعمل كرئيس الماشية ورئيس كل ما هي قرابين مصر العليا والسفلى، وكان يشرف على المعبد المهم جدا اسمه معبد ملايين السنين في عهد رمسيس الثاني في منطقه طيبة. وبالرغم من عمله في منطقه طيبة واهميه المراكز اللي كانت عنده في منطقه طيبة، ولكنه اختار منطقه سقاره ليدفن فيها
مع بعض رجال الدولة ورجال الجيش المصري في هذه الفترة. فالعظيم في هذا الاكتشاف إننا هذا الموسم الأخير توصلنا إلى اكتشاف التابوت لهذا الشخص، وقليلا ما نجد تابوت لنفس شخص صاحب المقبرة في بئر الدفن في المقبرة. ولذلك أطلقت عليه كلمة الحلم. الحلم لنا جميعا أننا نجد تابوت للشخصية الأساسية وصاحب هذه المقبرة. طبعا كان اكتشاف غير متوقع ربما، ولذلك نقول عنه الحلم، لأننا عادة ما نجد المقبرة خاوية كل الآثار الهامة اللي فيها، نجد بعض الكسرات فقط من الثوابيت لصاحب أصحاب المقبرة، ولكن في هذه المرة وجدنا التابوت بالكامل. حقيقي أنه فاضي من الداخل، لا يعني ما فيهوش موميا زي ما عادة بنجد، ولكن كل هذه المقابر كانت قد سرقت من قبل. وطبعا كل من يسرق المقابر يهتم بالمومياوات لما بها من كنوز، احيانا تمائم ومن من الذهب، لفائف هامه جدا للموميا. ولكن للاسف كلما وجدنا يعني كل اللي انا عثرته في فتره ال 15 سنه اللي انا حفرت فيها في منطقه سقاره كانت التوابيت خالية، والمنطقة والمواقع كلها سرقت من قبل في فترات سابقة، يعني مش فترات حديثة ولكن من منذ القدم ربما على فترات مختلفة، يعني ما أقدرش أقول أي فترة فيهم. ولكن التابوت نفسه يعني تابوت عظيم من الجرانيت الوردي وضخم، وعليه المناظر المعتادة على توابيت الدولة الحديثة، لصاحب التابوت غطاء التابوت على مشكل على هيئته بوجهه والذقن المستعار، والرموز الدينية التي تغطي الصدر المتوفى، وهو أساسا الإلهة نوت إلهة السماء التي تحمي المتوفى بأجنحتها التي تحيط بصدر المتوفى، بالإضافة إلى مناظر الآلهة المختلفة أو المعبودات المختلفة التي برضو دورها الأساسي حماية المتوفى وتأكد من بعثه في العالم الآخر في سلام. طيب دكتور، كل هذه المناظر وجدت على هذا التابوت. دكتور هقول انا يعني عندي فكره غريبه طبعا في مخي، دي اللي بنيت عليها السؤال، انه هل هذا التابوت ما فيهوش ولا حاجه صغنططه من المومياء ممكن عن طريقها اقدر اعرف الدي ان ايه؟ لا للاسف البقايا التي عثر عليها حاجات يعني عظام بسيطه جدا، بقايا عظام بسيطه جدا، واحده يعني بسيطة قوي قوي، ممكن الواحد لو حللها ممكن يوصل للديان ايه، انما يعني التابوت خالي، وربما ان حتى اللي احنا لقيناه ما يكونش بتاع الشخص نفسه، وارد صح، يعني التوابيت المقبرة بتتقلب كتير قوي قوي. ولكن حتى وجدنا ملتصق بجدار التابوت بعض بقايا الذهبية بسيطة جدا، وتدل على ان الشخص ده شخص مهم، يعني او انه اللي دفنه كانت دفنه غنيه يعني. فيعني دي نتائج بنطلعها من لا شيء تقريبا، يعني من صح. حاجات بسيطه قوي. الراتنج اللي كان ملتصق بالموميا بعض الاثار بتاعته كانت موجوده في التابوت، ولكن لا وجود للموميا نفسها. اولا يا دكتور انا عايز اشكر حضرتك جدا 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 على هذا الاكتشاف ده اولا، ثانيا على قبول المداخله.
دكتور علا العجيزي، أستاذ اللغة المصرية القديمة، كلية الأثار، جامعة القاهرة، والعميد الأسبق لكلية الأثار. يا سادة يا كرام، على ما يبدو إحنا هيبقى في عندنا كم اكتشافات هنتخض منه في الفترات القادمة. بالمناسبة هو إحنا كمان خلال الكام سنة الأخر بدأنا نكتشف حاجات كتير جدا، وبعثات مصرية 100%. خد بالك، مصر كل شبر فيها ينطق تاريخ، فانتم متخيلين كم اللي بيتعمل؟ طيب انت متخيل المليون وشوية كيلو متر مربع دول احنا ممكن نلاقي فيهم ايه؟ طيب هنشوف. خلونا نروح لتقرير اقيم بالسفارة البريطانية بالقاهرة، حفل الفستان الاحمر وجوائز الأزياء المصرية. خلال الحفل ده تم عرض الفستان الأحمر اللي قامت الفنانة البريطانية كريستي ماكلايد بتصميمه، وحصلت على جوائز دولية من خلاله بمشاركة عدد بقى من النساء البدو في سيناء، وجرى إنجاز مشروع الفستان الأحمر بالمشاركات المصرية من عندنا في سيناء. تجولت مصممة الأزياء البريطانية الشهيرة كريستي ماكلايد في 36 دولة بهذا الفستان الأحمر خلال 13 سنة. وبالتالي عبرت تقريبا حوالي 336 سيدة حول العالم عن أنفسهم وثقافتهم وأفكارهم بالتطريز والرسم على الفستان ده. المشروع ده تقدر تعتبره منصة فنية للنساء ذوات الدخل المنخفض حول العالم. فكرة عجباني جدا. خلونا نشوف التقرير وبعدين نرجع نتكلم بعد الفاصل. في عندنا نقطتين مع بعض، النقطة الأولى الفستان الأحمر مثل ما ترى هنا، ونقطة ثانية طبعا جوائز الموضة المصرية الإيجيبت فاشن أوردز. ففي عندنا فرصة ذهبية هنا أن نجتمع مع بعض ونحتفل بالفن المصري والثقافة المصرية والعلاقات المصرية البريطانية، وبالتحديد في شخص اسمها كيرستي ماكلايد جنسيتها بريطانية، وهي بتقود هذا المشروع الفستان الأحمر، وبتتعاون مع أكثر من 50 سيدات من سيناء في تطريز هذا الفستان الجميل. أنا شايف أنه فيه نوع من الغليط والبلندينج ما بين الثقافة المصرية التقليدية من ناحية والثقافة الحديثة من ناحية تانية. So the British Embassy have very kindly put on this event tonight, which is the dress but also a whole host of Egyptian fashion designers, which is very exciting. So we're kind of celebrating fashion within Egypt, as well as the embroidery from all around the world. The red color, because you can't ignore red. It's so strong. So red is connected to really big feelings like passion and love and anger and blood. And of all the colors I could think of, red was the strongest because I want what's on the dress to be noticed and to be listened to. It's very important. احنا يعني كان عندنا فوق 180 ناس قدموا، وده بالنسبة أول مرة رقم كويس جدا. وبعدين كان عندنا زي بورد من برا، كلهم ناس من صناعة الموضة عالمية، خبراء، هم نقوا الـ20 الفاينالست. أنا مشروعي بقى له 20 سنة بنعمل المشغولات الوحدات التطريز اللي هي من التراث. كان وحدات التطريز دي موجودة على الزي البدوي القديم، احنا خدناها ووظفناها على منتجات حديثة تكون مستخدمة زي الفستان، زي الستارة، زي الشال. أنا معايا 450 سيدة، 50 سيدة اشتركت في الفستان ده. خدنا حوالي شهر الستات بيشتغلوا فيه فسلمتها لها، فهي خلال 10 سنين ركبتها على بعضها فعملتها فستان، فتعرض في المتحف البريطاني، فكان كل ضوء مسلط على شغل فن سينا، على شغل سانت كاترين، هو اللي الناس كان ظاهر اكتر وعجب الناس اكتر. اولا الايفنت معمول علشان نكرم برضو اللي وصلوا للنهائي في ايفنت قبل كده الاي اف دي سي عمله اسمه ايجيبت فاشن اوورد، يعني جايزه بتاعت احسن مصممين ازياء. وكل
القطع اللي موجودة هنا قطع بتاعت اللي وصلوا للنهائيات. الفكرة ان احنا موجودين عشانها النهاردة هي ان احنا براند مصري سستينبل يعني صديق للبيئة. شنطنا خشب، بنحاول نجيب خشب اللي هو بيبقى خلاص بيترمي، فاحنا بناخده بنعالجه بنزود عليه مادة الإيبوكسي علشان نمسكه في بعض، وده مين البراند بتاعنا. الفكرة كلها في ان انا حبيت ان انا اعمل جزام رجالي، which is حاجة صعبة جدا، مش سهلة انها موجودة في مصر، وبستخدم دايما كله جلد طبيعي، والايد العامله كلها مصريين. ده سامبل احنا عاملينها مخصوص عشان الايفنت النهارده. دي تالت مره، في مرتين قبل كده طلعنا لندن فاشن ويك وكنا بنعرض حاجتنا هناك برضو بسابورت من البريتش امبسي. فكره الفستان الاحمر اصلا وفكره الشغل اليدوي اللي لف العالم كله ان احنا نبقى برضو موجودين معاهم، فدي بالنسبه لنا حاجه تسلط الضوء علينا وعلى شغلنا الجميل اللي موجود في مصر. حصل في مصر يعني ولا حاجة، عادي مفيش أي تغيير، مصر هي بقى لها يجي 50 سنة، عادي يا جماعة مفيش أي حاجة حصل، بالعكس الموضوع وحش جدا قوي خالص، وبالذات في الصناعة. ما نهزر. طب أقول لك حاجة لطيفة، ما تيجي نتكلم في الموضوع على الصناعة، نتكلم على تحديات اللي بتواجهنا، نتكلم على الجهود، نتكلم على الرؤية المستقبلية، ونوصل إلى حجم التغيير في المناطق الصناعية في مصر. هتقولي طيب وفين المواطن؟ أقول لك طب ما احنا هنسأل برضو هل ده في أثر على المواطن في كافة أنحاء الجمهورية؟ أنا مش هجاوب، شهادتي مجروحة. ما عارفين زمان إبراهيم نصر الله يرحمه، ما تيجوا نشوف. طيب ما تيجوا نرحب بضيفنا العزيز دكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس. أهو ومعانا ايضا على التليفون مهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين. اهلا بحضراتكم. اولا اهلا يا دكتور. مساء الخير يا استاذ. اهلا باشمهندس. اهلا بيك. ازاي الحال؟ طيب هبدا الاول بانه مفيش تغيير خالص حصل في مصر. انت عارف في نغمه كده بتطلع لازم من وقت لتاني، ايه التغيير؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه. ده بالعكس، التغيير هو سنه الحياه، طول ما احنا عايشين طول ما في تغيير. حلو. بس الواقع بتاعنا هل احنا بنتغير للافضل ولا محلك سر؟ بالطبع احنا بنتغير للافضل، والدليل على كده ان احنا لحد النهارده الحمد لله دوله بتحقق معدلات نمو كويسه جدا في ظل توترات اقتصاديه عالميه يمكن العالم ما مرش بيها منذ سنوات طويله، ازمه اوبئه طحنت الدنيا كلها خلال سنتين، دخلت علينا بعد كده الازمه الروسيه الاوكرانيه وعملت اللي عملته في الاقتصاديات بتاعت العالم كله، ورغم ذلك الحمد لله احنا دوله مستقره، بنلاقي احتياجاتنا الاساسيه وغير الاساسيه. اتفرج على المطاعم والمحلات والشوارع هتلاقي مصر بخير. التغيير موجود، ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا دايما بننظر للافضل وبننظر لكم التحدي اللي موجود في الدوله المصريه، سواء تحدي متعلق بالزياده السكانيه، سواء تحدي متعلق بثقافه الاستهلاك بتاعه المواطن، سواء تحدي بمتطلبات واحتياجات المواطنين في ظل طبعا قصور كبير جدا في سلاسل الامداد والتوريد حوالين العالم. ورغم كل ده دوله بتسعى والدوله بتجتهد، وبركه الشعب المصري ان شاء الله يعني تكون موجوده في كده يعني. طب دكتور محمد، حضراتكم كاساتذه استثمار ورجال اقتصاد اكاديميين، شايفين انه حصل تغيير في البنيه الصناعيه المصريه للافضل؟ بالتاكيد. احنا النهارده بنتكلم على حوالي 114 منطقه صناعيه في مصر، يمكن الجزء الأكبر منها يعني النصيب الأكبر موجود في القاهرة بحوالي تقريبا يعني 15%، بنتكلم على تقريبا 18 منطقة صناعية، يليها بعد كده الإسكندرية تقريبا النص، 9 مناطق صناعية، يليها بقى الحاجة الجميلة أسيوط وبني سويف. ويمكن بقول أسيوط بالذات لأنه وفقا لتقرير الدخل والإنفاق الأخير كانت محافظة أسيوط أكتر محافظة في مصر فيها نسبة فقر. فده دليل على أنه الدولة بتفكر أن هي تعمل مجمعات صناعية ومناطق صناعية في المناطق الأكثر احتياجا. لما بنلاقي محافظة فيها معدلات الفقر بشكل عالي جدا
فبالتالي حضرتك محتاج توظف طاقات هذه المحافظة علشان تقدر توفر فرص عمل وعلشان تقدر تشغل الموارد اللي فيها، وبالتالي الطبقة اللي هي موجودة تحت خط الفقر تقدر ان هي تنطلق لأعلى وتعتمد على نفسها شيئا فشيئا. عندنا مشكلة مش هنقول ان كل حاجة يعني وردية طبعا. مشكلة التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية في مصر، هتلاقي محافظات نصيبها لا يتعدى منطقة او اتنين بالكتير، ومناطق مكتظة بالسكان. يعني احنا مثلا عندنا محافظة الدقهلية او عندنا المنوفية او عندنا محافظات حدودية مثلا في جنوب سيناء، عندنا اسوان والاقصر ومطروح لا يتعدى فيها المناطق او المجمعات الصناعية منطقتين. فهنا بقى لازم ننظر للتطوير، لو احنا عايزين نتكلم على تطوير لازم ننظر للتكلفة اللي المواطن ممكن يتحملها نتيجة النقل والتخزين المرتبط بهذا النقل اللي احنا بنقول عليه علميا سلاسل الامداد والتوريد. فبالتالي حضرتك لازم تروح تنتقل وتأثر السلسلة كلما امكن ذلك، علشان ده ينعكس على المواطن في اتاحة السلع ليه بشكل سريع، في تكلفة ان السلع دي بيكون مقصوص منها تكلفة النقل وتكلفة التخزين كلما امكن ذلك، في حتى ان المواطن ده ما يلجأش ان هو يجي للمحافظات الكبيرة زي القاهرة على سبيل المثال ونلاقي الاكتظاظ الكبير في التكدس وما تحصلش هجرة داخلية، وما تحصلش طبعا هجرة داخلية، فده من احد العوامل اللي بتخليك بسرعة عايز تتحرك في هذا الاطار. والقيادة السياسية بتؤكد باستمرار على انه احنا جاهزين، القطاع الخاص يتفضل يدخل، وعندنا النسبة وصلت لحوالي 75% اتفضلوا بكل ما اوتينا من قوة ان احنا ندخل نعمل مجمعات صناعية، لانه استاذ يوسف الصناعة هي النبض بتاع مصر. عايز اقول لحضرتك ان الصناعة بتشارك بحوالي 17% من اجمالي الناتج القومي، الصناعة بتوفر ما يقرب من 15% من فرص العمل المفروض موجودة في مصر، الصناعة بتحقق لك صادرات يمكن نسبتها من 60 ل 65% من اجمالي الصادرات بتاعتك كلها، الصناعة بتحقق لك صادرات حوالي من 70 ل 75% من الصادرات غير النفطية. فانت بتتكلم على قطاع هو الحياة بالنسبة للبلد، انت بتتكلم على قطاع لما حصلت أزمة كورونا والعالم كله حصل له شلل وتوقف والبلدان قفلت على بعضها، لقيت ان سلسلة الامداد والتوريد الخاصة بالتصنيع أثرت على المواطن بشكل مبالغ فيه طبعا. واللي احنا بنعاني منه النهاردة من ارتفاع أسعار لمستلزمات الانتاج او لمعدات وآلات وأشياء احنا بنستخدمها زي السيارات والإلكترونيات على سبيل المثال، ده كان نتاج الأزمة اللي حصلت من سنتين احنا بنلاقي صداها النهاردة. طيب السؤال بقى اللي يتقال، ماذا لو كان لدى مصر قاعدة صناعية سواء بقى في مجال السيارات، سواء كان في مجال الآلات والمعدات، سواء كان في مجال الإلكترونيات، سواء تصنيع زي ما كنت حضرتك بتتحدث مع الضيف الكريم من شوية عن ان احنا عايزين نعمل زيت طعام عندنا في مصر. يعني احنا عندنا العجز في زيت الطعام وصل لحوالي 97% بنستورده من بره، فبالتالي انت ما بقاش عندك رفاهية التصنيع، ده انت بقيت مجبر على هذا الامر. فتوجه الدولة النهاردة الى انك عايز تزود او تعمق المنتج المحلي قدر الامكان، انك عايز تقلل الفاتورة الاستيرادية اللي ممكن تستنفذ منك العملة الصعبة قدر الإمكان، إنك عايز تفتح مجمعات صناعية وتنشئ مدن صناعية كاملة، وإنت في مصر 27 محافظة مهيئ لكده. إنت لما جيت تعمل مدينة الأساس في دمياط، لما جيت تعمل مدينة البلاستيك في مرغم، لما جيت تعمل المدينة النسجية في المنيا، لما جيت تعمل مدينة الرخام اللي إحنا بناخد فيه صدارة عالمية في العين السخنة، لما جيت تعمل صناعة مهمة جدا في الروبيكي وعملت مدينة للدباغة والجلود، مدن صناعية متخصصة على غرار ما يحدث في الصين وعلى غرار ما يحدث في اليابان. حلو. انت بقى متجه انك عايز تعمل في صناعات كتيرة جدا، واهمها طبعا الالكترونيات والصناعات النسجية والصناعات الدوائية. فانا عايز حماس من المستثمر بقى في هذه الحال. هي الحكومة بتبذل جهود كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، ولكن تعالى حضرتك احنا بنتكلم على اي نوع من المستثمرين، هل هو مستثمر داخلي أم هو مستثمر خارجي؟ لحد هذه اللحظة اللي شايل البلد المستثمر الداخلي، وخلينا نكون صادقين مع نفسنا. حلو. 85% من حجم التمويل الموجه للمناطق الصناعية من الداخل وليس من الخارج. طيب أنا هستأذن حضرتك، احنا معنا على التليفون المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين. أهلا بك يا باشمهندس علاء. اهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الله يخليك. تمام. مصهرينك معلش احنا اسفين. لا لا اتفضل. الله يخليك. مش بص عليه، احنا كنا بنتكلم حالا مع دكتور محمد داغة استاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، وبنتكلم على
الصناعة في مصر ومستقبل الصناعة في مصر. دكتور محمد قال إنه إحنا عندنا حماس حقيقي من المستثمر المصري في مسألة الاستثمار في الأنشطة الصناعية. لكن هنا هسأل مهندس علاء، هقول له والله يا فندم إيه أكتر حاجة يرى المستثمرين أنها تحديا أو قد تكون عائقا أمام المزيد من الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي؟ أولا طبعا أنا مش عايز أكرر الكلام اللي اتقال قبل كده، ان انت عندك حاليا بيئه مهيئه للصناعه، ده واقع الامر. حلو. وبتتمثل طبعا نمره واحد في الطاقه. انت راجل النهارده عندك طاقه زياده، يعني النهارده في دول من ازمه الطاقه عندها بتطلع المصانع بره. انت النهارده قادر على استيعاب سواء المصانع اللي ممكن تيجي لك من بره او اي انشطه صناعيه ممكن تتم. وبالطبع عندك اراضي موجوده وان كانت غير مرفقه يعني، او معظمها غير مرفقه. طيب الكلام كويس جدا طبعا اللي احنا بنقوله، انت عندك البيئه مهيئه والكلام ده كله. طيب احنا ليه ما خطناش خطوات فعلا قفزات بقى؟ لان الفتره اللي فاتت كلها ما من اول 2019 و20 من اول 2021 الدنيا كانت فعلا ضبابيه على مستوى العالم كله، وكان عندك مشاكل وعند العالم كله مشاكل. النهارده بدات السياسات تتكلم على الصناعه وعلى اهميه الصناعه، وانا اعتقد ان دايما لما بيبقى راس الدوله بيتوجه ناحيه اتجاه معين بتلاقي الاجهزه التنفيذيه، وهي دي النقطه هنا بقى اللي هنحط عليها خطين، يعني بدات تتجه نفس التوجه. مشكله المستثمر هي مشكله اجرائيه، يعني في المقام الاول ان الاجراءات فعلا طويله وصعبه، بتخلي ابن البلد اهو بيحاول ويكمل عشان عايز يشتغل وعايز ينتج وعايز يصنع. طبيعي. المستثمر الاجنبي لما بيجي يلاقي في صعوبه في الاجراءات فعلا بيبقى فيها مشكله. فهو ده اول نقطه انا من وجهه نظرنا احنا كمستثمرين فيها ازمه، انت محتاج تبسط الاجراءات. ان الاجراءات فيها تعقيد ولا الاجراءات طويله اكتر مما يجب؟ طويله اكتر مما يجب. ممكن يعني لو افترضنا انا مش عايز اوجه لك دماغك، بس إذا افترضنا أن يوسف قرر يبقى مستثمر ويستثمر في مجال الصناعة وعندي دراسة الجدوى وعندي الفكرة بتاعت المشروع وكل حاجة وعايز أبدأ النهاردة، هاخد وقت قد إيه لحد ما أقدر أبقى معايا الرخصة في جيبي علشان أبدأ أركب المكن بتاعي وانتج؟ طبعا هو سؤال ذكي، بس في نفس الوقت سؤال إجابته متغيرة جدا. يعني ما تقدرش تيجي النهارده تقول والله انا هستلم الارض النهارده، هطلع رخصه الانشاءات في خلال مثلا شهرين، هبدا ابني، هبدا اجيب المكن. المراحل دي فيها ورقيات، ممكن ورقه في النص توقفك او تعطلك. فاللي عايز اقوله ان مجرد توجه، يعني احنا في مؤتمر نهايه الشهر ده، مؤتمر صناعي خلاص، هنعرض فيه هذا الكلام ونقول والله احنا دلوقتي محتاجين نمره واحد تبسيط الاجراءات، نمره اثنين المستوى التنفيذي، يعني عندك المستوى العلوي في الدوله فعلا بيجري باسرع ما يكون. حلو. عندك بعد كده لما قررت تنزل على المستوى بقى الموظف او التنفيذي بيبقى عندك شويه مشاكل. لازم يدرك الراجل اللي قاعد على مكتب ان المستثمر ده بالذات الصناعي خلاص هو ده اللي لازم فعلا نسهل له كل اموره. طبعا. ده اساس في الموضوع. طبعا. نمرة اثنين طبعا لان انا رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة المتوسطة، فمعني جدا بالمشروعات الصغيرة المتوسطة اللي هي بتمثل 90% من حجم الصناعة في مصر. هو ده برضو محتاج دعم شديد. الدعم لما بنيجي نتكلم عليه ما بيبقاش الدعم المادي خلاص تم نتيجة مبادرة محلولة بالظبط الرئيس بال5%. فدي عملت فكت مشكلة كبيرة كانت موجودة. النقطة الثانية اللي لازم تحصل وسريعا هي المعلومة. يعني ايه المعلومة؟ يعني النهاردة لابد ان يبقى فيه بيان واضح ودقيق بما تستورد. ما ينفعش النهاردة ان هذا البيان ما يبقاش واضح جدا، يبقى انا معروف خلاص انت كراجل مستثمر صناعي، بحيث ان انا هعرف ايه اللي انا بيتم استيراده وعليه ابدا انا اشتغل كمستثمر في سد هذه الفجوة الاستيرادية. لا انا هكمل لحضرتك. ها. نمرة واحد تبقى عارف ايه ما يتم استيراده. نمرة اثنين لو احنا بنتكلم بقى انت عايز تعمل نهضة في المشروعات الصغيرة، نمرة اثنين تعرف الناس يتعمل ازاي،
دي نقطة في منتهى الأساسية. نمرة ثلاثة توفر البيئة الجغرافية. يعني احنا قمنا بزيارات كثيرة للمناطق المناطق الصغيرة على مستوى اسكتلندا والأردن والصين ويس. وهنا وهنا وهنا. النقطة انك تقدر توفر هذا الكلام وتوفر البيئة. خد بالك المشروعات الصغيرة دي حاجة كده ايه بيبي صغير. فعشان تقدر تخليه يكبر لازم توفر له بيئة ملائمة. طيب هل اللي انا بقوله ده صعب؟ لا مش صعب. إذن طيب. الموضوع انا معاك انه مش صعب. هو يحتاج ان احنا نفرده بعناية اذا صح التعبير. انا هستأذن حضرتك يا باشمهندس ده موضوع عايز له حلقة. يعني تنورنا ما يبقاش بقى مجرد تليفون تنورنا ونقعد ناخدها واحدة واحدة ونقطة نقطة لعلها تبقى يعني ايه مجموعة من الافكار تسهم في مؤتمرنا الاقتصادي اللي بإذن الله يتم فيه اواخر هذا الشهر. انا بشكرك جدا باشمهندس علاء، كل الشكر ليك المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين. وارجع مرة تانية لدكتور محمد باغا. دكتور بضه هتعوزوني على ضيق الوقت، بس ده انا عايز اكلمك فيها كمان. قول لي احنا ممكن نلخص زي ما عمل الدول في ثلاث دقايق قريبه مننا ان احنا عندنا المشاكل دي بتنحصر في اربع حاجات. حلو. مش هتخرج عنهم بالمناسبه. احنا عندنا ترسانه تشريعات وقوانين قديمه جدا وباليه. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان القانون المنظم للصناعه ما اتغيرش من 60 سنه مع تغير العالم وتغير الجغرافيا وتغير السياسه وتغير حاجات كتيره جدا. واحنا لسه من الستينات لسه بنشتغل بهذا القانون، فبالتالي اكيد هتلاقي تضارب مع العصر اللي انت عايش فيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازلنا بنعاني من ارتفاع التكلفة المتعلقة بالرسوم والتراخيص، ودي بتخلي جزء كبير جدا يحجم عن الاستثمار ويروح مكان تاني يشوف مكان تاني أرخص. ودول من حوالينا فتحت هذا المجال وبقى فيها نوع من صناعة السيارات واخد حقها تالت ومتلت، مع ان احنا المفروض أولى لان احنا عندنا الممرات المائية طبعا. اللي تسمح لنا بان احنا ننفذ الموضوع صحيح. ده النقطة التالتة، ودي نقطة في منتهى الأهمية ولازم ننظر ليها في المؤتمر الاقتصادي القادم بعين الاعتبار، تعدد جهات الولاية. إن أنا بلاقي مشروعات تبع المحافظات، مشروعات تبع هيئة التنمية الصناعية، مشروعات تبع هيئة الاستثمار، مشروعات تبع وزارة الإسكان، مشروعات يعني في تعددية كبيرة جدا للولاية على هذه المشروعات. وبالتالي حضرتك بتلاقي عراقيل، وزي ما الباشمهندس قال من شوية غياب المعلومة وتشتت هذه المعلومة على الولايات بتخلي ليك الروتين ضارب في موضوع الصناعة والتصنيع. النقطة الأخيرة هي موضوع البنية التحتية والمرافق. أي نعم الدولة بذلت جهود كبيرة جدا في موضوع تطوير الطرق وتطوير النقل وتطوير البنية التحتية وبنية المرافق بشكل عام، ولكن لازالت إلى هذه اللحظة في ثغرات موجودة. تهالك البنية التحتية، وقد يكون مع تهالك البنية التحتية أنه الاختيار للمنطقة نفسها اللي بيتم فيها المجمع الصناعي أو المنطقة الصناعية لسه قدامها وقت كبير جدا عشان يحصل فيها توطين صناعي، يعني ان الناس تروح لها، ان الناس المشروعات تركن الى بعضها هناك. فبالتالي دول اربع محاور اتمنى في المؤتمر الاقتصادي القادم يعني يتفردوا كده على المائده، وتقدر الحكومه مع القطاع الخاص ان هم يتوصلوا لرؤى مستقبليه ان احنا ازاي ممكن نحل تضارب التشريعات والقوانين. وبالمناسبه يعني احنا ما قصرناش، طلعنا قانون للمشروعات الصغيره والمتوسطه جينا نعمل على الرغم يعني على الرغم عدد زياره لمثل هذه الاجراءات لو صح التعبير او لمثل هذه القوانين او اللوائح الى اخره. وبالمناسبه يعني الصناعات دي اللي قامت بها دول، يعني قامت بها دول عظمى صحيح احنا مش مختلفين، في حين ان 75% من حجم التمويل للمشروعات الكبيره اللي هي ممكن تكون عندها فوائد ماليه، بس احنا طبعا كرجال تمويل عارفين هي بتستخدمه ازاي. طيب يعني موضوع الوفرات الضريبيه والكلام ده كده شهيره في البرنامج اسمها الزياره دي ما تتحسبش، فالزياره دي فعلا ما تتحسبش، فاحنا لازم نتقابل تاني ان شاء الله. وكان ذلك وكانها جلسات تحضيريه او ورش تحضيريه للمؤتمر الاقتصادي، لعله يبقى على راي الجماعه الانجليز كده فود فور ثوت باذن الله الناس اللي هتشتغل في هذا المؤتمر واللي هتتكلم فيه وما الى ذلك. انا عندي امل حقيقي في ان احنا هنعدي هذه الامور. خلي الاول اشكرك يا دكتور محمد، نورت وشرفت بجد يعني، ومعرفه خير زي ما بتقال. انا سعيد جدا بالمقابله وان كانت قصيره، بس انا منتظر مقابلات كتير إن شاء الله. كل الشكر دكتور محمد باغا استاذ التمويل والاستثمار بجامعه قناه السويس. الكلام اللي احنا بنقوله كان فيه ما هو مبشر جدا، وكان فيه كمان توصيات بانه لا يا جماعه ده احنا عندنا مشكله هنا ومشكله هنا ومشكله هنا. يعني من الاخر ما بنقولكش الدنيا وردي على حاجه، احنا عاوزين نشتغل. هنشتغل ازاي؟ محلولة. خد بالك الرئيس قال ايه؟
قال لك وبإذن الله شهر شهرين بالكتير كل هذه المعوقات تنتهي، قولوا أمين. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.